أستاذ مصطفى، لو ليك تعليق على ما قالته حول حال المعتقلين داخل سجن المنيا تحديدا. يعني طبعا مهم جدا، يعني انا بس عايز اقول انه فكره الانتهاكات داخل السجون احيانا بتكون منهجيه، يعني جايه ليها تعليمات من الداخليه انه يتم هناك تضييق على كل السجون او على سجن معين بيكون موجود فيه مجموعه من المعتقلين او ما الى ذلك. نعم. اصل الاصل ان كل السجون المصريه سيئه، وكل السجون المصريه غير معده للاستعمال الادمي. نعم. كلها سجون سيئه ورديئه وغير مطابقه للمواصفات والمعايير الادميه المنصوص عليها في القانون البناء المصري، مش يعني هي مش مطابقه للمعايير، وبالتالي هي اصلا مجرد الاحتجاز في هذه الامور دون ان يتعرض المعتقل لمعامله سيئه هي في حد ذاتها تعذيب. الامر الاخر ان التكدس الموجود في السجون باعتراف الدوله المصريه الحاليه هو تكدس غير مسبوق. ان التكدس داخل السجون والاقسام ربما وصل في بعض الحالات الى 400%، يعني اكثر السجون تحمل اكثر من 4 أضعاف طاقة احتمالها. نعم. وبالتالي الانتهاكات عندنا في السجون بتكون أحيانا نوعين، في نوع منها بيكون منهجي، وده للأسف مفيش معاه حاجة نقدر نواجهها بيها غير فكرة التصعيد الإعلامي، وإن احنا نعمل باستمرار باستمرار حملات حول الموضوع ده نتكلم عنها على طول. نعم. ويستحب نذكر أسماء الناس اللي بيشاركوا في هذه الجرائم. هي ذكرت بالأسماء النهارده أم عمر، يعني قد يكون له جار يسمع الكلام ده. نعم. قد يكون ليه حد يعني عنده شويه قلب فيقول له ارحم الناس المأسورين اللي لا يملكوا امرهم شيء. الشق الاخر بيكون هوى الضابط. الشق الثاني هوى الضابط او انا بقول لاسر المعتقلين كل ما يحدث انتهاك في المعتقل على طول تقدموا بلاغات للنائب العام والى التفتيش. نعم. الخاص بالداخليه والى وكيل النيابه التابع للسجن. نعم. وصلت. حتى وان لم تحدث هناك نتيجه ربما تصادف ان في ضابط معين يكون في لحظه ما يجي حد عنده بقايا يعني مشاعر وانسانيه ياخد اجراء ضده يعمل حلقه، وقد حدثت بعض الاوقات. نعم. لكن الخيارات اللي معانا خيارات واضحه، يا تعليمات من الداخليه يا مامور الاسم وبعض الضباط بينفذوا تعذيبهم ضد المعتقلين.